دلوقتي بقى انا عايز لما اليوزر يكتب في التايتل داتا ويكتب في الديسكريبشن داتا ندوس ابديت يوديني على اكشن تاني. المفروض الاكشن ده يعمل ايه؟ المفروض الاكشن ده يعدل على المعلومات اللي موجوده عندي في الداتابيز ويغيرها، يعني مش يكريت بوست جديد. طبعا احنا ما عندناش لغايه دلوقتي جزء الداتابيز، لكن هنعمل بقيه الاجزاء التانيه. ان انا محتاج اكشن تاني هو اللي ياخد الداتا دي وبعدين يعمل التعديلات في الداتابيز، بعدين يعمل ريدايركشن. فين بقى المره دي؟ انا عايزه يعمل ريدايركشن على السنجل بوست، يعني يوديني هنا ما يودنيش على صفحه الاول بوستس. هعملها ازاي؟ تعالوا نرجع تاني، ادي الايديت فورم اهي بتاعتنا. يبقى انا محتاج ايه؟ اكشن، تمام. وادي كده الفورم اهي بتاعتنا بتاعت الايديت. طبعا اتفقنا ان اي فورم في الدنيا محتاجه ايه؟ الميثود، ومحتاجه الاكشن بتاعها بالمنظر ده كده، وزائد الـ add CSRF. هنا هتبقى الميثود بتاعتنا عادي جدا ايه؟ بوست بالمنظر ده. طيب الاكشن يبقى هو ايه؟ الـ URL. يبقى هنرجع كده على الويب، محتاجين بقى URL جديد لايه؟ للاكشن اللي هيعدل على معلومات البوست نفسه، ومفروض يعمل لي redirection على صفحة السنجل بوست او على صفحة شو بوست. هنرجع كده للتيبل بقى بتاعنا. احنا خلصنا كل ده، احنا دلوقتي كمان خلصنا الايديت اللي هو الاكشن اللي مسؤول عن ان هو يظهر الفورم. دلوقتي بقى هنروح على ايه؟ على الابديت. تعالى بقى ناخد الفيرب الجديد ده، فيرب جديد اسمه بوت. يبقى ده معناها عندي راوت الفيرب بتاعه بوت بالمنظر ده كده، وبعدين بياخد مني url slash postes slash post بالمنظر ده كده. وطبعا اتفقنا ان احنا بنعمل كول باك فانكشن علشان بس نتاكد ان الدنيا شغاله زي الفل. وي ار ان ابديت راوت بالمنظر ده. طيب ايه قصه بقى الفيرب اللي اسمه بوت الجديد ده؟ قصه الفيرب اللي اسمه بوت ده نوع من انواع الريكوستات اللي بيعبر عن اني بعدل على ريسورس بالمنظر ده كده. يعني هي دي فكره البوت. هو الاستخدام الاكتر بيبقى اثناء الاي بي اي، بس احنا هنا مش قصتنا حته الاي بي اي، ولكن احنا برضو هنمشي على الجدول زي ما هو قايل اسم الفيرب بوت، فاحنا هنستخدم بوت. هي نفس الفكره بتاعت ايه؟ الفرق ما بين جيت وبوست. فانت بيبقى بالنسبه لك الجيت، انا شايف مثلا ان انا بجيت حاجه او بفيتش حاجه، فبالتالي اليوزر بيكتبها في البراوزر. طب بوست؟ بوست غالبا انت بتبوست انفورميشن، زي مثلا ان احنا بنكرييت بوست بالمنظر ده. طب بوت هنا هو بيعبر، او نوع الريكوست ده نوع ريكوست جديد اللي هو نوع البوت ده، وهو مسؤول عن التعديل على الريسورس. فهي دي الفكره، مجرد بس اختلاف فيرب، او بمعنى اخر اختلاف نوع الريكوست، مش اكتر ولا اقل. دي فكره راوت بوت. وبعدين عملنا هنا كول باك فانكشن. نرجع تاني بقى للايديت، بعدين هنا هيتبقى لنا نكتب الاكشن. هيبقى الاكشن بتاعنا بالمنظر ده، راوت بوستس دوت ابديت بقى، لان هنا المفروض ده يكون لي لسه ارو نيم اسمه بوستس دوت ابديت، بناء على ايه؟ على التيبل بتاعنا. لو بصينا كده هتلاقي اهو ابديت الاكشن وبوستس دوت ابديت. نعمل ريفرش وركز في اللي هيحصل. ضرب ليه ضرب بقى؟ حاول توقف الفيديو وتحاول تصلح. وهو ضرب بسبب ان انت هنا بتقول ايه؟ انا عايز ابديت بوست، صح ولا لا؟ عايز اكتب اليو ار ال بتاع ابديت بوست. طب لو جينا بصينا اليو ار ال ده هتلاقيه هنا في ريكوايرد بارامتر مظبوط اللي هو البوست. طب فين بقى هنا؟ فين انت هنا بظيت الريكوايرد بارامتر؟ دي نفس الكيس اللي حصلت معانا ساعه لما كنا بنعمل الاندكس هنا وكنا بنظبط زرار الايديت. فهي نفس الفكره بالظبط. طيب احنا هنا مؤقتا هنحط الريكوايرد بارامتر برقم 1 على سبيل المثال، ونرجع تاني للصفحه ريفريش. الدنيا شغاله زي الفل. نرجع هنا لل HTML. الميثود مش الميثود انا كاتبها هنا بوست، صح ولا لا؟ وهنا الفيرب انا كاتبه ايه؟ بوت. طب ليه؟ لان خد بالك ال HTML element او الفورم elements مش بتفهم البوت. يعني انا ما ينفعش اكتب كده واتوقع انها تشتغل. يعني تعال نجرب لو نكتب بوت كده ونعمل ريفريش وندوس ابديت. بص، وداك على صفحه الشو اصلا، ودي حاجه تانية خالص مش قصتنا. طب امال ايه المفروض اللي يحصل؟ المفروض ان تكون الميثود بوست، لان الفورم اليمنت ده ما بيفهمش غير حاجتين، يا جيت يا بوست. لا بيفهم بقى لا بوت، ولا بيفهم باتش، ولا بيفهم ديليت. يعني لا بيفهم الفيرب ده، ولا بيفهم الفيرب ده، ولا الفيرب ده.
يبقى الفورم إليمنت ما بيفهمش غير يا بوست يا جيت. طيب الكلام ده أنا جبته منين وعرفت منين إن الفورم إليمنت ما بيفهمش غير يا بوست يا جيت؟ روح معايا كده وتقرأ الإشو دي. واحد برضو بيسأل ليه الـ HTML forms مش بتسبورت بوت أور باتش أور ديليت، فهتلاقي الإجابات هنا باختصار لأن هي دي الستاندرد بتاعت الـ HTML. فأنت لو حابب تعرف أكتر تقرأ الإشو دي وتفهم قصة الـ organization دي. يعني باختصار تاني ان البراوزر ان الفورم إليمنت ده مش بيفهم غير يا بوست يا جيت، واتفقنا السبب ليه بناء على الستاندرز بتاعت ال HTML. ودلوقتي بقى هنرجع نعمل ريفرش ونشوف ايه اللي هيحصل. ريفرش، نكتب تايتل، نكتب ديسكريبشن، ندوس ابديت، تلاقي الدنيا ضربت. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي the post method is not supported for route posts slash one. اما الايه اللي supported؟ يا جيت يا هيد يا بوت. وده كلام منطقي. انت دلوقتي طالب من الفريمورك انها تعمل ايه؟ لما اليوزر يدوس update انا عايزك تروح ببوست method على الاكشن ده. طب والاكشن ده احنا عملنا له ديفاين ان الفيرب بتاعه من نوع بوت، يبقى ازاي بقى هنقدر نيكسكيوت الاكشن ده؟ اتفقنا كمان ان الفورم اليمنت ما بيفهمش غير يا بوست يا جيت. يبقى الحل بقى للموضوع ده ايه؟ دايركتيف جديد اسمه ات ميثود بالمنظر ده كده. اقول ات ميثود بوت. طب ايه القصه بتاعته؟ ده احنا كده زي بنتحايل على الليميتيشن او على التقصير في الاليمنت اللي هو بتاع الفورم ده، ان هو ما بيفهمش غير بوست او جيت. يعني احنا دلوقتي ال HTML standards ما فيهاش غير يا بوست يا جيت او لما تيجي تعمل فورم سبميشن. طب احنا عايزين بقى نتحايل على الموضوع ده، بنعمله ازاي؟ عن طريق الدايركتيف ده. بقول at method واسم الميثود بالمنظر ده، فاحنا في الحاله بتاعتنا الميثود بوت، فيبقى انا هروح جاي كاتب at method بوت. تعال كده نرجع تاني نعمل ريفرش، نكتب هنا some title some description، وبعدين ندوس ابديت ونشوف ايه اللي هيحصل. ابديت يقول لك وي ار ان ابديت راوت. يبقى تاني كده سريعا كل اللي احنا عملناه من الاول، احنا عملنا راوت جديد الفيرب بتاعه بوت، اتفقنا بوت ده هو نوع الريكوست زي جيت زي بوست، بس وظيفه نوع الريكوست ده ان هو بيعبر عن تعديل، يعني بيعبر عن ابديت. جميل. وبعد كده كملنا بقيه الديفاين بتاع اليو ار اي، عملنا كول باك فانكشن واديناها نيم. رحنا بقى الملف البليت علشان نتست الدنيا شغالة ازاي. اتفقنا ان ال HTML standards بتقول ان اي form submission ما ينفعش غير ان هو يكون يا post يا get. قلنا خلاص يبقى هنقول هنا الفورم الميثود بتاعتها بوست، وبعدين عملنا الاكشن ده. بعدين جربنا نعمل submit للفورم، ظهر معانا الايرور ده اللي هو بيقول لك خد بالك البوست ميثود از نوت سبورتد. قلنا طب ليه؟ لان خد بالك انت عايز تعمل سبميت للفورم على راوت بي اكسبت الريكوستات اللي من النوع بوت. طب علشان نحل المشكله دي استخدمنا دايركتيف جديد اسمه ات ميثود، وعرفنا الميثود بتاعتنا سميناها بوست. فلو احنا عملنا ريفرش، نكتب التايتل، نكتب الديسكريبشن، ابديت، نلاقي الدنيا شغاله معانا زي الفل. نرجع بقى للكود بتاعنا تاني. دلوقتي بقى احنا خلاص مش عايزين اي كول باك فانكشنز لان احنا مش بنشتغل بيها، احنا عايزين كنترولر بالمنظر ده، وعايزين اكشن هنسمي الاكشن ايه؟ ابديت. طب عرفنا منين؟ من التيبل الجميل بتاعنا، ادي الاكشن اللي اسمه ابديت. نرجع هنا تاني ندوس ابديت، تلاقيه ضرب، بيقول لك الابديت اكشن doesn't exist. يبقى انا هروح جاي رايح كده على البوست كنترولر، ادفاين الاكشن اللي اسمه ابديت، public function update، واقول return we are in update action، وبعدين اقول سيمي كولون، وبعدين نرجع هنا تاني، يلا بينا نكتب تايتل، نكتب ديسكريبشن، ندوس ابديت، يقول لك وي ار ان ابديت اكشن. طب هو ده اللي انا عايزه؟ لا، انا عايز اعمل ايه؟ هشيل كل الكلام ده وعايز اعمل خطوات قريبه جدا من الخطوات بتاعه الستور. يعني هي خطوات قريبه جدا ان انا بجيب اليوزر داتا وبعدين بعدل فيه الداتابيز، وفي الاخر بعمل ريدايركشن بقى المره دي على سنجل بوست. فانا اخدت الكلام بتاع الستور ميثود اهو عملت له كوبي وعملت له بيست في الابديت اكشن. انا هنا هشيل بس الجزء ده، انا مش محتاجه، انا اول خطوه عايز اجيب اليوزر داتا، يبقى هجيبها بالمنظر ده، وبعدين هعمل دي دي واشوف الدنيا شغاله مظبوط معايا ولا لا. يلا بينا، ادي اعمل كده ابديت،
الاقي الدنيا معايا شغالة زي الفل. تعالى بس نغير الاسامي عشان هي متشابهة قوي. هنا سم ديسكريبشن، ادوس ابديت، الاقي هنا ايه، ادي سم تايتل سم ديسكريبشن وادي البوست كرييتور. طيب نرجع تاني نعمل كده للابديت. هنا بقى مش هنستور ذا يوزر داتا ان داتابيز، لا احنا هنا ابديت ذا يوزر داتا ان ذا داتابيز. واخيرا ريدايركشن مش لبوستس دوت اندكس، لا بوستس دوت شو، لان انا دلوقتي عايز اعمل ريدايركشن لايه، لصفحه اللي هي الصفحه دي اللي هي صفحه السنجل بوست. فانا هروح جاي كده دايس اديت، اكتب التايتل، اكتب الديسكريبشن وليكن مثلا اي حاجه، ابديت يضرب. بقى ليه يضرب؟ عايزك توقف الفيديو وتفكر ليه بيضرب معانا، والسبب برضو هو هو ان انت عندك ميسنج بارامتر بتاع بوست، لان انت دلوقتي بتقول له وديني ريدايركت تو بوستس دوت شو. طب انه بوست رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة؟ انت لازم تقول لي البارامتر بتاع او القيمة بتاعت البوست اللي انت عايز تعمله ريدايركشن. فانا هنا هكتب مؤقتا ان البوست بتاعي هو وليكن مثلا ايه واحد على سبيل المثال. ارجع تاني هنا اعمل ريفريش، اكتب هنا اي حاجة في التايتل، اي حاجة في الديسكريبشن، ابديت يعمل لي ريدايركشن زي الفل. وبكده نكون خلصنا بقى الاكشن بتاع الابديت.